انطلق في الساعه الثانيه في نفس القاعه انتهى بالتعادل. كان اسمه ايضا لقاء فيه الاثاره وايضا التشويق لان فيه تلاحق وتسابق اكيد، وانتهى 24 فاول من النادي الافريقي تتصدى بامتياز وتعود الكره الافريقي، تعود الكره الافريقي والهدف الهدف منجلزي فريق مريم الرزقي. منجلزي منجلزي يعطيها الصحه، منجلزي اللي قلت لكم رقم 14. كره اليد، هذا كره اليد منجلزي، انطلاق الشوط الثاني الفترة الثانية. ذوادي مروة ذوادي، فما شنوسي تفتك الكرة، فما مخالفة ودقيقتين ضد إذا اللاعب رقم 8 در شنوسي في هذا الحوار، وأظن رقم 7 مش 8 أماني السالمي، إذا أماني السالمي لأن العملية كانت بين النادي الإفريقي بالزي الأحمر والأزرق، والهدف للنادي الافريقي 19 والتعادل من منجلزي رقم 14 اجميله و دقيقه ممتازه بالراقيه، ممتازه بالراقيه الرزقي، ورجال تومي ومحاوله، فما مخالفه 9 امتار لصالح منجلزي. منجلزي اذا بيق الخمس دقائق الاخيره، لكن هنا في كره اليد بين الافريقي وجمعيه مقرين النسائيه مخالفه لصالح الف رجاء التومي من جديد في التوزيع، امل حمروني جليزي وتخرج الكره، مش تقول الحكمه 9 امتار لصالح الافريقي، فما ضغط لكن دفاع مقرين ايضا في المكان. رجاء التومي رجع الكرة نتاعها، فما جليزي وتسجل جليزي، سجل جليزي من المكان وربما صعب لكن كيفية غريبة وعجيبة وشيء خير. ممتازة راقية راقية اللي وصلت الكرة راقية، هو كل شيء. أنا الرأى اللي النادي الإفريقي تفوز اليوم على خاطر شارك أكثر اللاعبين نتاعو الكل، رقى كيفاش ينفس اللاعبين. اختيار أو انتخاب أو تعيين أحسن لعبة في المقابلة ككل المقابلات، وفيها جائزة من الاتحاد العربي لكرة اليد أحسن لعبة، إذن